حياكم الله مشاهدينا من الرافدين، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في موقع الهيئة نت، في واسطة وحدها أكثر من 3 مليارات دولار قيمة المشاريع الوزارية المتوقفة والمسحوبة والمندثرة. في المدى نقرأ، مؤسسة أبحاث دولية: هجمات داعش ازدادت بنسبة 25% خلال شهر آب الماضي. في عربي 21، 27 مليون إصابة بكورونا وبؤر جديدة للمرض حول العالم. نقرأ من موقع الترا عراق: السفارة العراقية في أنقرة تعتذر، أغلقنا بسبب كورونا. نطالع في صحيفة العرب: الحوثيون يتكبدون خسائر جسيمة في مواجهة الجيش اليمني والتحالف العربي. اخترنا لكم في صحيفة القدس العربي: سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد. ومن العربي الجديد: انطلاق الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية وسط تفاؤل بحل الأزمة. على لجان مكافحة الفساد في العراق كتب أثير ناظم الجاسور في صحيفة المدى، وقد جاء في مقاله: قد تتطلب قضية مكافحة الفساد قوة منقطعة النظير، خصوصا في دولة وهي العراق ضعفت فيها السلطة والقانون مقابل سلطة الأحزاب التي رسمت وخططت وهندست لعراق خال من الكفاءات والإمكانات بعد أن استهدفوا مباشرة أو بشكل غير مباشر. ويعد الفساد واحدا من أهم هذه الأسباب التي جعلت العراق يتذيل القوائم في التعليم والأمن والاقتصاد والسياسة، وأيضا فيما يخص مستقبله وطريقة عمل الدولة. بالمحصلة، إذن الفساد أصبح حاجزا، أو قد نسميه جدارا صلبا، يحتمي به العديد من الأحزاب والشخصيات الحزبية بعد أن استمكنوا من أن تكون أدواته. كل من أضر بالصالح العام سواء بالفعل أو القول من مسؤولي الخط الأول والثاني والثالث لم نرى أنهم تمت محاسبتهم أو سؤالهم على الأقل على ما اقترفوه. الذي حصل: تمت مكافأتهم على كل عمل قاموا به ابتداء من اختلاساتهم وتلاعبهم بمقدرات الدولة والمواطن، انتهاء بالأعمال الغير منطقية التي كانوا يمارسونها في مؤسساتهم. الذي حصل أيضا: قامت الجهات الحزبية من خلال متنفذين في السلطتين التشريعية والقضائية بتبرئة من قامت بتبرئته، والقسم الآخر عزلهم عن مناصبهم وإلحاقهم بالسفارات والملحقيات لكي يستجم المسؤول ويرفع عن عاتقه حمل العراق وعمل مؤسساته. والشواهد كثيرة من وزراء ومحافظين ووكلاء وزارات ووزراء ومدراء عامين. الأكثر سخرية أن المواطن العراقي بات على يقين من أن أي لجنة تشكل من قبل الحكومة للبت في قضية فساد أو قضية أخرى فهي بالحقيقة عملية تمييع وتستر تصاحب هذه القضية، ما يؤدي إلى أن هذه اللجان ستعمل على أن تكون القضايا التي شكلت على أساسها قضايا أقل من الثانوية، إذا ما قلنا تزول بمجرد الإعلان عن تشكيل تلك اللجنة أو اللجان. هذا التفكير الجمعي عن شكل اللجان وتشكيلها وعملها سيجعل من أي قرار يصدر عنها مصدر سخرية وعدم اكتراث من قبل المواطنين، ويستمر التشكيك إلى جانب أن هذه اللجان لا تستطيع أن تعمل في أجواء السيطرة الحزبية والسلاح المنفلت. أضاف الكاتب: قبل أن تسير الحكومة في تشكيل لجنة أو لجان لمكافحة الفساد، عليها أولاً أن تنظر في حال السلطتين التشريعية والقضائية بعد أن عملت الأحزاب على جعلهما مؤسستين غير قادرتين على تحقيق تطلعات الناس.
عندما جاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السلطة في 7 من شهر أيار عام 2020 لم يكن خيار المتظاهرين، وفي الوقت نفسه لم يكن هو الخيار الأمثل للكتل السياسية في مجلس النواب، فقد وصل الكاظمي إلى السلطة في وقت وظروف غير طبيعية يمر بها الشارع العراقي، فهناك متظاهرون يضغطون من أجل التغيير، وهناك أحزاب قد أفلست سياسيا تريد التشبث بالسلطة بأي ثمن. لهذا كان مجيئه للسلطة لسحب البساط من المتظاهرين وامتصاص غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية التي أخفقت إخفاقا ذريعا في إدارة الدولة. عن تناقضات الكاظمي كتب حسين صالح السبعاوي في موقع الرافدين للدراسات: لقد اغتيل في عهد الكاظمي أبرز الناشطين في التظاهرات وأبرز الشخصيات الإعلامية والباحثين المنحازين للتظاهرات، وكان من أبرزهم الباحث هشام الهاشمي وآخرهم الدكتورة ريهام يعقوب في البصرة، ولن تكن هي الأخيرة، وما بينهما الكثير من الاغتيالات التي حدثت ضد الناشطين، ولم يستطع الكاظمي تحريك أي ساكن ضد هؤلاء القتلة، بل لا يستطع أن يعلن عن انتمائهم والجهات التي تقف خلفهم وتساندهم في القتل. بينما نجده فقط يقوم بواجب الزيارة إلى عوائل ذوي الضحايا وتقديم العزاء لهم، وكأنه ناشط مثلهم وليس رئيسا للسلطة التنفيذية في البلاد، ولا كأنه القائد العام للقوات المسلحة. أما بخصوص مواجهة المشروع الإيراني وجعل السلاح بيد الدولة، فأجد هذا الأمر بعيد المنال، ولا توجد أي خطط لدى الكاظمي لمواجهته، بل بالعكس، وقد رأينا زيارته المهينة لإيران في تموز الماضي وكيف استقبل وكأنه أقل من حاكم ولاية في إيران، ووجدنا الميليشيات الولائية قد صعدت من خطابها وبدأت بحملة مسعورة ضد الناشطين في وضح النهار، بينما القوات الأمنية تكتفي بالمشاهدة والمراقبة وأحيانا متواطئة مع القتلة. فعن أي مواجهة يتحدث هؤلاء؟ إن أسوأ ما يقوم به الكاظمي اليوم، وقد بدأت بوادره بالظهور خاصة أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، هو التطبيع مع الصهاينة بحجة مواجهة المشروع الإيراني. وأضاف الكاتب: الذي يحكم على الكاظمي من خلال تصريحاته الإعلامية يجده بعيدا عن الطائفية، بينما الذي يتعامل مع الكاظمي على ما يقوم به من أفعال فيجده طائفيا حد النخاع. لقد جاء الكاظمي بجميع مستشاريه ومعاونيه من طائفته حصرا، وعين أغلب قادة الأجهزة الأمنية من طائفته أيضا، وأقصى القادة من المكونات الأخرى، بل حتى في استحقاق الترقية لقادة الجيش نجده قد تعامل بطائفية مقيتة، بحيث لم يسمح بترقية الضباط من المكونات الأخرى إلى رتبة فريق وفريق أول على الرغم من استحقاقهم. عن جرائم خرق حقوق الإنسان العراقي المشروعة كتب مصطفى محمد غريب في مجلة الجاردينيا: ليست هذه المرة الأولى التي يضارب فيها مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي بتصحيح الأوضاع، إذ أكد المكتب في تقريره الذي يخص حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان التجاوزات المختلفة بالضد من المتظاهرين السلميين في العديد من مدن العراق والتي قامت فيها تظاهرات جماهيرية مطلبية. وأكد المكتب أن المساءلة لا تزال بعيدة المنال مع الخطوات الواعدة، هكذا وصفها، التي تتخذها الحكومة الحالية. خرق حقوق الإنسان بقى متواصلاً حتى بعد الاحتلال الأمريكي وسقوط نظام صدام حسين فيما يسمى الوضع الجديد. ومنذ قيام مجلس الحكم بقيادة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، كان الانحراف عن جادة تحقيق أسس جديدة لحقوق الإنسان واضحاً، حيث اعتمدت سياسة المحاصصة الطائفية في تشكيل مجلس الحكم، وهو أول الغيث قطر فينهمر. وتوضح منذ البداية أن نظام المحاصصة الطائفية
عبارة عن شرخ في جسد العلاقات الوطنية ومسألة المواطنة العراقية. ومنذ أول وهلة اتضح أيضا أن سياسة المحاصصة عبارة عن خنجر سام في جسد المجتمع العراقي الذي يتكون من فسيفساء مختلفة تجمعها الوطنية كحاصل تحصيل إذا ما أريد بناء الدولة الوطنية المدنية. وما حصل خلال الفترات اللاحقة ومنذ تشكيل أول حكومة وبخاصة بعد الانتخابات التي بنيت على المحاصصة وخرق حقوق الإنسان، أن الطريق ابتعد عن المفاهيم الإنسانية والوطنية لبناء الدولة المدنية ومراعاة حقوق الإنسان واتخاذ سبيل تقسيم المجتمع على أسس طائفية ضيقة، وسهلت المحاولات لتثبيت هذا النهج المدمر ليس للحقوق فحسب بل الإنسان نفسه مهدد بحياته وحياة أسرته. وأشارت ميشيل باشليه ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعرض أناس للقتل والإصابة والتعذيب وسوء المعاملة والخطف والاختفاء والاعتقال التعسفي لممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير غير المقبول، ولكل فرد الحق في التظاهر السلمي والتعبير علنا عن إحباطه من عدم قدرته على إعالة نفسه وأسرته. إن الواقع المرير الذي أفرزته التوجهات الحكومية طوال مدة رئاسة إبراهيم الجعفري وما بعدها نور المالكي حيدر العبادي وصولا إلى عادل عبد المهدي لم تكن سوى توجهات منافية لروح الوطنية وخاضعة للتأثيرات الخارجية. أدت السياسة الطائفية التخبطية إلى كوارث أصابت الاقتصاد برمته ومغالطات في العلاقات الطبيعية للمكونات العراقية بنيت على أساس عدم فقدان السلطة للقوى الطائفية المتنفذة مهما كلف الأمر، حتى إلحاق الأضرار بالبلد وجميع مرافقه ومؤسساته بما فيها المجال النفطي والصحي والتعليمي والأمني. انقلاب طقوس عاشوراء على المحاصصة تشرين تنتشر، هذا عنوان مقال للكاتب سلام الحسيني نشره موقع ألترا عراق. قد جاء فيه: لقد استطاعت السلطة الطائفية أن تعيد صياغة ذهن المواطن الشيعي بحسب تعبير الكاتب من خلال قراءة وجدانية معكوسة لثورة الحسين ولأهدافها الإنسانية الكبرى، ولكن شباب ثورة تشرين قلبوا هذه المعادلة. في منطقتنا العربية يتخذ المقدس بعدا سياسيا مؤثرا في حسم المواقف النهائية في الجانب السياسي، وهو ما تعتمد عليه سلطة ما بعد الغزو في العراق، إذ توظف المناسبات الدينية بما يمكنها من طرحه كمنجز حزبي للطائفة. لا بد من الحفاظ عليه من الخصم السياسي الآخر الذي لو تمكن من الوصول للرئاسة سيمنع هذه المناسبة ويقيم محرقة بمن يقيمها. هكذا يجري تدشين الجمهور العقائدي ليكون قطعة صلبة بالغة التأثير. هنا يأخذ الحماس المغلف بالجهل بالتمظهر ليصل إلى درجة التفاعل والانفعال والتكيف مع الشعار الحزبي من حيث لا يشعر، حتى يتحول داتا حزبية ضاربة في عمق العملية السياسية كرقم طائفي سياسي مؤثر في صناعة القرار ومعادلة التحاصص. عاشوراء في هذا العام جاء مختلفاً لأنه دخل في مضمار التنافس على المناسبة بين جبهة تشرين وما جرى عليها من أهوال وبين الأحزاب التي تملك السلطة باسم الحسين، وأوقعت بالمتظاهرين أفظع الجرائم تحت يافطة حماية النظام المنتمي للحسين. المتظاهر يسقط مهشم الرأس هاتفا لبيك يا حسين على يد نظام يشرعن بقاءه ويرسخ من صلابته تحت قداسة الاسم ذاته. ووصل هذا التنافس ذروته متداخلا في سياق السيطرة والبرهان لكسب الجمهور المتفرج والذي لم يحسم موقفه الضبابي بعد. كانت النتائج تدحض التزييف وتفضح قصص الإعلام الحكومي الملفق. أراد المتظاهر أن يقول نحن نقمع ونموت
ونقطع أوصالا كما حدث في كربلاء. أضاف الكاتب: اليوم وبعد تجربة لأكثر من عقد ونصف من الزمن زج فيها الدين بالسياسة بأكثر الأشكال تعسفا وعرقلة للشأن العام، نبقى بأمس الحاجة إلى توظيف العامل الروحي في خدمة الوطن وتعزيز مفهوم المواطنة وبناء النسيج المجتمعي المترفع فوق الانتماءات. ماذا يريد الرئيس الفرنسي من الشرق الأوسط؟ هل يريد إيمانويل ماكرون إظهار النبل أم الفخامة؟ تجيب صحيفة ساندا تلغراف في تقرير لمراسلها في باريس هنري سامويل أن رحلات ماكرون المتكررة إلى لبنان والعراق أثارت شكوكا من محاولة فرنسا أحياء السياسة العربية أو العلاقة الخاصة مع العالم العربي. فلنتابع التفاصيل. في ظل تراجع التأثير الأمريكي بالمنطقة وتركيز بريطانيا على مشاكلها الداخلية وملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، قدم ماكرون نفسه على أنه القيادي الحامل للمشعلي في المنطقة، ويبدو أن رهانه الخطير نجح في لبنان، وفي عودته الثانية لم تكن زيارته ناجحة كما توقع. ورأى الكثيرون أن زيارته التي تزامنت مع توافق النخبة السياسية على رئيس وزراء جديد هي موافقة على هذه النخبة المتهمة بالفساد الكبير. وأكد ماكرون ألا عودة إلى الوضع الراهن، أي نظام المحاصصة الطائفية. والتقى معظم القادة اللبنانيين بمن فيهم ممثلون عن حزب الله، الميليشيا التي تدعمها إيران والتي تعتبر القوة السياسية المؤثرة وصنفتها بريطانيا كحركة إرهابية. واستطاع ماكرون الحصول على تعهدات بتشكيل حكومة فاعلة والقيام بإصلاحات شفافة خلال شهرين، وذلك حتى يقدم صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ للبلد وإجراء انتخابات في غضون عام، ومع أن هذه التعهدات تعتبر واعدة، إلا أن أغنس لافلو نائب مديرة المعهد المتوسطي قالت إن النخبة السياسية هي قضية خاسرة. قال مارك سيمو أيضا محرر دبلوماسي في صحيفة لوموند إن خبطات ماكرون الخارجية أثارت انتباه الرأي العام الفرنسي لكنها لم تحقق الكثير، وأضاف: لديه حدث قوي وقدرة على التواصل، ولكن علينا الاعتراف أن لديه القليل ليظهره، وقد بالغ في صداقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يتوقف عن سياسة أمريكا أولا والتقارب مع فلاديمير بوتين، وأن ماكرون عالق في الساحل الأفريقي ولا قوة له في العراق وخارج اللعبة في سوريا. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مايكل كوين المحامية الشخصية السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم في كتاب جديد أن ترامب أدلى بتصريحات مهينة للزعماء العالميين السود، ومنهم رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، وكذلك بشأن الأقليات في الولايات المتحدة عموما. عمل كوين مع ترامب لسنوات قبل أن ينقلب عليه مثلما ظهر في شهادته أمام الكونغرس العام الماضي قبل مساءلة ترامب. ويقضي كوهين الآن عقوبة بالسجن 3 سنوات لإدلائه بتصريحات كاذبة أمام الكونغرس واتهامات أخرى. وفي كتاب من المقرر نشره الأسبوع المقبل، يزعم كوهين أن ترامب وصف مانديلا بأنه زعيم ضعيف، وفقا لصحيفة واشنطن بوست التي ذكرت أنها حصلت على نسخة من الكتاب. وكتب كوهين أنه عقب وفاة مانديلا عام 2013 تحدث ترامب بألفاظ بذيئة عنه ووصفه بأنه لم يكن زعيما. كما زعم كوهين أن ترامب قال: أخبرني عن دولة واحدة يديرها شخص أسود ليست خريبة، جميعها مراحيض. وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكانيني بالتشكيك في مصداقية كوهين، وقالت ميكانيني في بيان: مايكل كوهين محام مجرم ومشطوب من جدول المحامين وكذب على الكونغرس، لقد فقد مصداقيته تماما، ولا غرابة في أن نرى محاولته الأخيرة للاستفادة من الأكاذيب.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن كوهين زعم أن ترامب ينبذ الأقليات، وأنه قال في أثناء حملة رئاسية في عام 2016 إنه لن يفوز بأصوات الأمريكيين من أصول اللاتينية. وقد نقل كوهين عن ترامب قوله: السود أغبياء جدا بدرجة لا تسمح لهم بالتصويت لترامب. تعيش معظم ولايات ومناطق السودان أوضاعا كارثية بعد أن زاد عدد قتلى الفيضانات التي تشهدها البلاد على 100 قتيل، وقد شرد مئات الآلاف من السكان، وأدت أيضا هذه الفيضانات إلى انهيار أكثر من 100,000 منزل. إزاء تفاقم الوضع في البلد، قرر مجلس الأمن والدفاع وهو على هيئة أمنية اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وأعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلد لمدة 3 أشهر. هذا وقد أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ أن أكثر من 500,000 سوداني تضرروا من جراء هذه الفيضانات التي شملت معظم الولايات السودانية، مؤكدة أنها تسببت في انهيار كلي أو جزئي لأكثر من 100,000 منزل. ونبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذنه تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.